صباح الخير عليكم، صباح الخير على الجميع. الأسبوع اللي فات كنت عند ماما وعملت لهم عيش ببسطرمة، عجبهم قوي، طلبوني إن أنا النهاردة أعمل لهم العيش بالبسطرمة. كذلك في واحدة صاحبتي عملته وشكرت فيه قوي، وأنا بوصل لها التحية وأقول لها جمعة مباركة عليكي وعلى المشاهدين. تعالوا بينا بقى نعمل العيش، العجينة الأول وأقول لكم نعملها ازاي زي الأسبوع اللي فات، إن شاء الله تطلع برضو جميلة. ده دقيق، كيلو دقيق، حطيت عليه ذرة ملح، هنزل عليه بيضة وعليها برضو ملح منعا للزفارة. بسم الله الرحمن الرحيم، كده نسمي الله ونشتغل. والدقيق والسكر اللي أنا بقسمه بين الخميرة وبين ال وهنا هو تمام. معايا كوباية زيت والمية حسب ما هياخد، والخميرة انا بجربها وهوريها لكم ازاي. بينا الاول نعجن واديجي الف على المكنة واجيب الخميرة. نقول بسم الله واشغلها، وانا ثواني واشغلها وارجع لكم تاني. انا عملتها المرة دي في العجانة عشان الواحد يرتاح النهارده شويه. كده انا نزلت البيض والسكر، هنزل الزيت شويه شويه كده. بسم الله، انا في الاخر خالص هحط معلقه سمنه وانا بعجنها في الاخر خالص، بتطريها وبتديها طعم جميل جدا. وقفت ليه؟ ثواني بقى عشان انا اللي بصور، لان ما جبتش الحامل الصغير معايا. ثواني وارجع لكم تاني. بس يا جماعه انا حطيتها على عجنتها على ايدي، دوختني العجانه. بصي العجينه بقت جميله ازاي، تحفه تحفه، طريه اهي وجميله جميله، تشد كده جميله قوي. بس احطها في البوله بتاعتها وهسيبها تخمر براحتها وارجع لكم تاني، بس تكون مكان دافي وعليها فوطه وارجع لكم تاني. تعالوا نشوفوا العجينه بعد ما خمرت بقت ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله عليها، جميله جميله. هنا بقى معايا الحاجات اللي هحشي بيها، الطماطم، الزيتون، الفلفل، البسطرمه، الجبنه الموتزاريلا، الصفار البيض، الزعتر اللي بيتحط على الوش. هنا العجينه هنزلها وهقطعها حتت حتت زي المره الثانيه، وهتشوفوها هحشيها ازاي. والصواني هدهنها زيت، خليكوا عارفين الصواني لازم تدهن زيت بالفرشه كده، حاجات بسيطه، وارجع لكم تاني. بعد العجينة هنا ما قطعتها اوكي بالطريقة دي، عملت فردتها بالنشابة، هحط بقى فيها الحاجات اللي فيها البسطرمة. انا مقطعة العجينة شوية صغيرة المرة التانية، البسطرمة، وبعدين احط الفلفل والزيتون والطماطم الطريقة دي. احط بسطرمة تاني تمام، الزيتون والجبنه الموتزاريلا، هرجع لكم تاني بعد ما اخلص. كيلو واحد، عملت الكميه دي قد ايه شايفين، هيخش الفرن دلوقتي، هولع الفرن، انا مولعتهوش. بس الجمال، بكيلو واحد دقيق عمل كميه قد ايه، ادي ادي هولع الفرن وارجع لكم تاني بعد ما يستوي ان شاء الله. يقول لما بيطلع من الفرن بالشكل ده، بس الجمال، بس الجمال حلو ازاي بالطريقه دي، وانا لسه فيه في الفرن لسه، والباقي لسه هنا، لسه هعجنه، لسه هخبزه. الطريقه الجميله دي انا اتمنى تجربوا العجينه دي، العجينه دي تحفه يعني، حلوه جدا، حلوه قوي، اتمنى تجربوها
ورب اللي يعجبه، اتمنى اللي يعجبه الفيديو ده يعمل لايك ومشاركة ويفعل الجرس عشان يجيله كل جديد. واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.